مرحبا بكم في حرب مشتعلة تقع أحداثها في الصين ويصل صداها للعالم العربي. حرب يدخل فيها القطب الأول شاومي 14 ألترا مجهزا بتصميم يقال إنه الأجمل هذه السنة مع عتاد مرعب، في حين يدخل القطب الثاني هواوي بورا 70 ألترا بكاميرا منبثقة تعد بقدرات لن تجدها في أي جهاز آخر. هذه مقارنة بالأرقام بين الاثنين لنكتشف من الأفضل. هيا بنا. أولاً التصميم والمصنعية. المصنعية أولاً، يقدم 70 ألترا ظهراً من بوليمر سيليكون يعطي ملمساً جلدياً مريحاً للمستخدم مع إطار ألومنيوم. شاومي من جهة أخرى يخير المشتري بين الظهر الزجاجي أو الجلدي حسب ذوق المستخدم. هناك من يفضل الزجاج بالملمس اللامع والمظهر الفخم، وهناك من يفضل التخلي عن كل هذا مقابل راحة الاستخدام لمدة طويلة وحماية أكثر ضد الكسر. الإطار من الألومنيوم مع وجود نسخة خاصة من التيتانيوم الدرجة الخامسة يقدم صلابة كبيرة. كلا الجهازان مقاومان للماء والغبار بمعيار IP68. من الأمام يشترك الاثنان في شاشة تستغل الواجهة كاملة مع ثقب الكاميرا في المنتصف. شاومي ألترا بانحناءات أوضح في الجانبين. 70 ألترا يأتي كذلك بانحناءات لكن طفيفة جدا من كل الزوايا، الهدف منها فقط راحة المستخدم عند الاستعمال المطول. الاثنان يقدمان مستشعر بصمة بصري أسفل الشاشة. في الخلف كل تفنن بتصميم نافذة كاميرات تميزه وتعطي هوية للجهاز. شاومي 14 ألترا على طريقة الكاميرا الرقمية القديمة جاء بنافذة دائرية كبيرة في المنتصف بأربع عدسات وشعار لايكا في المنتصف. نسبة لمطورة العدسات، بورا 70 ألترا قدم نافذة كاميرات مثلثة بزوايا محدبة بثلاث عدسات الرئيسية بقطر كبير. الاندهاش والانبهار يتواصل لدى المستخدم عند فتح تطبيق الكاميرا ومشاهدة العدسة تصعد وتبرز لتقدم ثبات واستقرار أكثر للصورة. 70 ألترا أطول من شاومي 14 ألترا بفارق طفيف، لكن الأخير أعرض وأسمك من هاتف هواوي الذي بدوره أثقل وزنا بشكل ملحوظ باستثناء نسخة إطار التيتانيوم من شاومي التي تأتي بوزن ثقيل نسبيا. لمعلومات أكثر إليكم الجدول التالي. ثانياً الشاشة. شاومي 14 ألترا بشاشة أوليد مقاس 6.73 إنش بدقة QHD Plus بكثافة 522 بكسل في كل إنش، تدعم تقنية LTPO لمعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هيرتز وتوفير أكثر للطاقة. من جهة أخرى شاشة هواوي بورا 70 ألترا جاءت كذلك من نوع أوليد بمقاس أكبر قليلاً 6.8 إنش بدقة أقل 1.5 كي بكثافة 460 بكسل في كل إنش ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120 هيرتز. الهاتفان يقدمان تجربة مشاهدة جيدة بشكل عام من حيث الألوان وعمقها، لكن شاومي 14 ألترا يتفوق بالدقة العالية والوضوح، يتفوق كذلك بالسطوع القصوي حيث يدعم حتى 3000 شمعة مع محتويات HDR لمشاهدة الأفلام والمسلسلات بألوان أقرب للحقيقة حتى في الأوساط المفتوحة. هواوي بورا 70 ألترا يدعم سطوعا قصويا في حدود 2500 شمعة. الاثنان يقدمان طبقة حماية من تصنيع الشركة الأم، وإليكم تفاصيل مواصفات الشاشة. ثالثاً الأداء. شاومي 14 ألترا يدخل الجولة بقوة بأقوى معالج موجود حالياً، سناب دراجون 8 الجيل الثالث من كوالكوم بثماني أنوية وتردد 3.3 جيجا هيرز ومعمارية تصنيع 4 نانومتر، مرفق بمعالج رسوميات أدرينو 750 مع خيارين من الرام من نوع LPDDR5X بخيارات تخزين تبدأ من 256 جيجا بايت حتى 1 تيرابايت. هاتف بورا 70 ألترا جاء بمعالج هواوي الجديد كيرين 9010 بثماني أنوية وتردد 2.3 جيجا هيرتز بمعمارية تصنيع 7 نانومتر مع خيار وحيد من الرام 16 جيجا بايت من نوع LPDDR5X وخيارين من سعة التخزين 512 جيجا بايت أو 1 تيرابايت. أرقام المعالج توحي أنه لهاتف متوسط، لذا تفوق شاومي 14 ألترا في الأداء لا يجب أن يكون مفاجأة لأي شخص. إليكم نتائج منصة جيك بنش 6 لاختبار الأداء.
كما كان متوقعا، فرق الأداء واضح لصالح شاومي 14 ألترا. يواصل الأخير تفوقه في السوفتوير بتقديم إصدار أندرويد 14 الأحدث. عليه واجهة شاومي الجديدة هايبر أو أس بخصائص ومميزات تسهل على المستخدم استعماله اليومي بسرعة وسلاسة. هواوي بورا 70 ألترا سيخرج عالميا بالإصدار الجديد لنظام EMUI 14.2، وتقول إنه جاء بمجموعة من الإضافات التي ترفع من إنتاجية المستخدم، كما تسهل التواصل والاتصال مع أجهزة هواوي الأخرى لنظام بيئي متكامل. لكن يبقى عدم توفر سوق بلاي أحد أكبر العيوب حتى مع إمكانية تحميل التطبيقات من متجر هواوي الخاص. وإليكم تفاصيل العتاد الداخلي. رابعاً، الكاميرات. هواوي تدخل بكل حماس لتقدم كاميراتها الرئيسية الجديدة المنبثقة من مستشعر ضخم حجمه 1 إنش بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة تتغير من 1.6 إلى 4.0 لخيارات أكثر للمستخدم حول وضعيات وأنماط التصوير. عدسة واسعة تساوي نسبة إضاءة أكبر ووضوح، بينما العدسة الضيقة تعطي تفاصيل أكثر للصور. العدسة المنبثقة الهدف منها توفير مساحة لحجم المستشعر الكبير، كما تعطي استقرارا وثباتا أكثر أثناء التقاط الصور، خاصة عند الزوم بمساعدة تقنية التثبيت البصري. من جهة أخرى، شاومي 14 ألترا يقدم مستشعرا بحجم 1 إنش هو الآخر بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة متغيرة من 1.63 إلى 4.0 بالتعاون مع شركة لايكا التي تقدم فلاتر وأنماط تصوير تساعد المستخدم على الحصول على أفضل نتيجة، كما تدعم التثبيت البصري. يقدم هاتف هواوي عدستين مساعدتين، الأولى تيليفوتو بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة 2.1 تدعم التقريب البصري 3.5 مرات والتقريب الرقمي حتى 100 مرة، وعدسة ثالثة ألترا وايد بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة 2.2. شاومي 14 ألترا يقدم 3 عدسات أخرى بدقة 50 ميجا بكسل. لدينا عدسة تيليفوتو بفتحة 1.8 بتقريب بصري 3 مرات، بالإضافة لعدسة ثانية بيريسكوبية بفتحة 2.5 تدعم التقريب 5 مرات بصريا، وعدسة ألترا وايد بنفس الدقة وعدسة 1.8. كما تضيف شاومي مستشعر TOF ثلاثي أبعاد لصور بورتري احترافية. كاميرا شاومي 14 ألترا تستطيع تسجيل فيديوهات بجودة 8K بتردد 30 إطار في الثانية، بينما بورا 70 ألترا يستطيع تسجيل فيديوهات بحدود جودة 4K. في الأمام يقدم شاومي 14 ألترا كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل بفتحة 2.0، هاتف هواوي بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة 2.4 ألترا وايد لصور سيلفي جماعية أفضل. وإليكم تفاصيل الكاميرات. خامساً، الصوت. الهاتفان يدعمان صوت ستيريو. هواوي بورا 70 ألترا يقدم صوتاً موجهاً نحوك عند مشاهدة الفيديوهات أو الاستماع للأغاني بفضل استخدامه سماعة المكالمات. في المقابل، شاومي 14 ألترا صوته أعلى بفضل قدومه بسماعة ثانوية في الأعلى. يفتقر الاثنان لمنفذ سماعات 3.5 ملم. تركيب السماعات يكون عبر محول 3.5 ملم إلى Type-C. سادساً، الاتصال. الهاتفان يدعمان تركيب شريحتي اتصال وشبكات الجيل الخامس 5G. نوع شرائح الاتصال المدعومة يختلف من سوق لآخر. في أغلب دول الشرق الأوسط يمكن تركيب شريحتين فيزيائيتين. الاثنان يدعمان خدمة المراسلة عبر الأقمار الاصطناعية، لكنها منحصرة فقط في الصين، وفكرة دعمها في الوطن العربي لا زالت بعيدة على ما يبدو. شاومي 14 ألترا يتفوق بجيل واي فاي وبلوتوث أحدث من بورا 70 ألترا. من جهة أخرى، يتوفر كل منهما على مستشعر انفراريد للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد فقط من الهاتف. لمعلومات أكثر إليكم الجدول التالي. سابعاً، مميزات إضافية. يعتمد الهاتفان مستشعر بصمة بصري مدمج أسفل الشاشة لفتح قفل الشاشة في أسرع وقت. غير هذا، يقدم شاومي 14 ألترا نسخة خاصة لمحبي التصوير، تأتي مع مجموعة من الإكسسوارات لتركيبها على الهاتف وخوض تجربة مميزة في التصوير. يأتي أيضا مجهزا بنظام تبريد متطور آيس لوب من شاومي للحفاظ على درجة حرارة معتدلة حتى عند اللعب واستعماله لساعات طويلة. هواوي ركزت في هاتفها على الكاميرا الرئيسية أكثر من أي شيء آخر. مميزات مبهرة مثل القدرة على التقاط العناصر المتحركة بسرعة والحصول على صور واضحة لها. لكن غير هذا، لا توجد مميزات مثيرة كشفتها الشركة عن جهازها. ثامناً، البطارية والشحن.
جاء هواوي بورا 70 ألترا ببطارية كبيرة بسعة 5200 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، كما تدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط والشحن العكسي بقدرة 20 واط. جاء شاومي 14 ألترا ببطارية أقل سعة تبلغ 5000 ميلي أمبير، لكن لا تزال جيدة مع الاستهلاك الذكي للطاقة من طرف الشاشة والمعالج. يدعم الشحن السريع بقدرة 90 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 80 واط والشحن العكسي بقدرة 10 واط. الاثنان يضمان مدخل الشحن من نوع سي، والشاحن يأتي داخل العلبة، لن تضطر لشرائه منفصلا. تاسعا، التوفر والسعر. شاومي طرحت نسخة 16 جيجا بايت رام و512 جيجا بايت سعة تخزين في الوطن العربي بسعر يبدأ من 1160 دولارا. في المقابل نفس الخيار طرحته بورا 70 ألترا بسعر 1380 دولارا، الأخير متاح باللون الأسود، الأبيض، البني والأخضر، بينما شاومي 14 ألترا باللون الأبيض والأسود فقط. الآن دوركم، من الفائز في هذه المقارنة والذي يستحق الشراء من وجهة نظرك؟ شاركنا رأيك أسفل في مكان التعليقات.